نصل إلى آيسي فليكس حيث أنت رئيس مجلس الإدارة. وآيسي فليكس أصدقائي المشاهدين تأسست في العام 2012 في دبي، وفي أكتوبر من العام 2014 بدأت في الإنتاج، وهي منصة عرض متخصصة في خدمة البث عبر الإنترنت وموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم أفلام هوليوود وبوليوود وجازوود مترجمة جميعها إلى اللغات الثلاثة، العربية والفرنسية والإنجليزية. أكثر قد يستغربون كلمة جازوود ماذا تعني، وماذا يعني وجود منصة بث على الإنترنت مثل آيسي فليكس. آيسي فليكس فكرة جاءتنا مع شريكي بالعام 2012، وكانت الفكرة محاولة إغناء المكتبة العربية وإعلاء شأن السينما والفن العربي عبر الإنترنت، يلي هي الوسيلة اليوم يلي تعتمد في العالم، وهي السباقة والوحيدة التي تصل إلى كل بيت وإلى كل جهاز. آيسي فليكس هي منصة عربية، وهي منصة ولدت في دبي ونفذت وكتبت وانطلقت مع انطلاق دبي بالمستوى العالمي. نحن في آيسي فليكس نملك التكنولوجيا التي نبث منها. نحن في آيسي فليكس لا نستعمل أي شركات عالمية في هذا المضمار، وإنما كل عنصر من عنصر التكنولوجيا الموجود الذي اليوم هو رائد ويقارن لأكبر الشركات العالمية هو محلي في مكاتب آيسي فليكس. طبعا الشركة تجد مركز للتكنولوجيا لها في براغ، المركز الرئيسي والهيدكورترز بدبي، مكتب مصر، مكتب القاهرة هو مكتب جازوود، ومكتب كازابلانكا هو مكتب نورث أفريكا. جازوود وهو العمود الفقري لآيسي فليكس، وهو المنصة كما هوليوود لأفلام الغربية، جازوود هو المنصة للميديا العربية. اليوم آيسي فليكس هي أكبر منصة عربية بهذا الموضوع، وتحوي على أكبر عدد من الأفلام من القديم إلى اليوم، من مسلسلات، أفلام وثائقية، والأهم منها أفلام الأطفال والكرتون والأنيميشن. الشركة تعمل بثلاثة لغات اليوم: العربية، الفرنسية والإنجليزية. هوليوود، حقوق بث هوليوود هي لمنى ميدل إيست أند نورث أفريكا. أما العربي والهندي اللي هو جازوود وبوليوود فهو حقوق عالمية وننشرها في العالم أجمع. آيسي فليكس سنة 2014 ابتدأت بإنتاج أفلام لآيسي فليكس أوريجينال برودكشن، وأطلقنا إنيشيتيف بمصر بإنتاج فيلم كل شهر، ونستعمل بهذه الأفلام الممثلين الشباب، المخرجين الشباب، المنتجين الشباب. وهذا الفيلم أبصر النور؟ طبعا كونشار؟ أربعة أفلام أبصرت النور إلى اليوم، وهي HIV، المكيدة، غرقان لشوشتو، ومبروك هولمز. غرقان لشوشتو؟ نعم. طبعا كل فيلم بيحكي بموضوع معين controversial. نحن نعتمد على الفكرة لدفع الفيلم إلى المشاهدين. تعتمدون إثارة الجدل؟ طبعا إثارة الجدل هو عنصر أساسي بهذا الموضوع، وطبعا نعني
كل عناصر العائلة. حتى اليوم أستطيع أن أقول لك أني ابتدينا بإنتاج أول كرتون عربي بطلته طفلة اسمها إيمان، وهذا سيعني بعدة مواضيع: التوعية للأطفال، لدفعهم إلى عدم أخذ المخدرات، لدفعهم say no to drugs, no bullying at schools إلى آخره. وهذه مغامرات إيمان ستكون ستطلق في بعد رمضان بإذن الله في أول يوم العيد، ومن هنالك مغامرات إيمان ستنطلق من آيسي فليكس.